بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبناتي طلبه الصف الثاني الثانوي ادبي، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله انا نبدا مع بعض الدرس الاول في الوحده الثانيه. عندنا النهارده هناخد ايه؟ الوحده الثانيه طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا بتحتوي على 3 دروس. الدرس الاول بيتكلم عن البيئه، نظامها ومواردها، والدرس الثاني الموارد المائيه واساليب ادارتها. اما الدرس الثالث بيتكلم عن الموارد المعدنيه ومصادر الطاقه واساليب ادارتها. طبعا دروس سهله جدا وجميله جدا جدا، هنشوفها ان شاء الله كده مع بعض وباذن الله تعجبكم. تعالوا كده نبدا مع بعض في الدرس الاول. زي ما قلنا هنتكلم فيه عن البيئه، نظامها ومواردها. هناخد ايه في الدرس ده؟ البيئه والنظام البيئي والموارد، وانا هقسمه لكم باذن الله على يعني حلقتين عشان ما يبقاش كتير عليكم. نبدا مع بعض كده. طبعا اول حاجه عندي هعرف مصطلح البيئه. يعني ايه كلمه بيئه؟ هي الوسط المحيط بالانسان. البيئة هي الوسط. ايه طبعا احنا مرت علينا يعني المصطلح ده مر علينا قبل كده طبعا كتير، بس هو للتذكرة يعني نقوله تاني. الوسط المحيط بالانسان والذي يتأثر به ويؤثر فيه. خد بالك، يبقى الوسط المحيط بينا كل حاجة حوالينا كده بنسميها ايه؟ بيئة. وبيأثر فينا، يعني البيئة بتأثر في الانسان وتتأثر بالانسان، وهنشوف كل الكلام ده دلوقتي. ويشمل كافة الجوانب الطبيعية والبشرية. تمام، نقوله مرة كمان. البيئة هي الوسط المحيط بالإنسان والذي يتأثر به ويؤثر فيه، ويشمل كافة الجوانب الطبيعية والبشرية. عايزاك قبل ما تحفظ تفهم، يعني ما نحفظش حاجة من غير ما نفهمها، لأن حفظ من غير فهم هتنسى بسرعة، لكن لما تفهم هتقدر إن أنت إيه تتذكر بسهولة. تعالى بقى نشوف من المفهوم السابق نجد أن مكونات أو عناصر البيئة تتمثل فيه. تعالوا كده نشوف مع بعض الصور اللي قدامنا. انا قلت ايه في التعريف؟ يشمل الجوانب الايه الطبيعيه والبشريه، يعني البيئه بتشمل كافه الجوانب الطبيعيه والبشريه. طب ايه هي عناصر البيئه؟ اول حاجه عندك الغلاف الغازي ومكوناته المختلفه. شايفين حوالين الارض كده في غلاف غازي او غلاف جوي بيتكون من مجموعه كبيره من ايه؟ الغازات، اكسجين ونيتروجين وبخار ماء وهيليوم الى اخره بقى من الغازات. يبقى ده ايه؟ ده عنصر من عناصر البيئه، يبقى الغلاف الغازي. طب ايه كمان؟ الغلاف المائي وما بداخله. الغلاف المائي المسطحات المائيه بقى، البحار والمحيطات وما بداخلها من ايه؟ اسماك، املاح معدنيه الى اخره. كمان عندك ايه؟ كمان عندك الغلاف الصخري. الغلاف الصخري وما يتضمنه من معادن، مصادر طاقة، تربة. يبقى ده كمان عنصر من عناصر ايه؟ البيئة. كمان رقم 4 هنا الغلاف الحيوي. طب ايه الغلاف الحيوي ده؟ ده بيشمل ايه؟ يشمل النباتات والحيوانات والتجمعات البشرية. تمام كده؟ يبقى دول اسمهم ايه بقى؟ دول طبعا زي ما قلنا مكونات البيئة وعناصر البيئة. ما يجي يقول لي ايه هي عناصر البيئه اقول له غلاف غازي وغلاف مائي، غلاف صخري، غلاف حيوي. طيب لو قال لي مثلا، يعني قال لي الحيوانات بتبقى تبع انه نوع من الاغلفه ديت؟ طبعا الغلاف الحيوي. احنا قلنا الغلاف الحيوي نباتات، حيوانات، وتجمعات بشريه. يعني احنا كده داخلين فين؟ في الغلاف الحيوي. اما بقى لو قال لك مثلا بترول، فحم، حديد، ده بينتمي لايه؟ ده بينتمي للغلاف الصخري. احنا قلنا ايه؟ بيتضمن ايه؟ المعادن بكافه انواعها بقى، حديد، ذهب، نحاس الى اخره، ومصادر الطاقه فحم، بترول، غاز طبيعي، وايه؟ والتربه ايضا. طب عرفنا كده المعلومه دي. تعالى نشوف ايه؟ نشوف كده مع بعض المعلومه اللي بعدها. لا توجد تنميه الا باستثمار الموارد البيئيه. خد بالك بقى من الكلام ده كويس قوي، عشان كده دي موضع أسئلة. لا توجد تنمية إلا باستثمار الموارد البيئية. الموارد البيئية، إيه الموارد البيئية دي؟ الموارد البيئية دي بتشمل موارد طبيعية وموارد بشرية، أي موارد موجودة في البيئة. طيب أي موارد موجودة في البيئة لازم أعمل لها إيه؟ لازم أعمل لها استثمار، لازم أستثمرها. لو أنت عندك المورد وما استثمرتوش يبقى ملوش أي لازمة، يبقى سلبي، كأنه مش موجود. طيب لكن انا لو عندي مورد واستثمرته في الحاله دي يبقى انا عملت ايه؟ تنميه. طب انا بعمل كده ليه؟ لتلبيه الاحتياجات البشريه. يعني انا بستثمر الموارد، تمام، ليه؟ علشان البي الاحتياجات البشريه وتحسين وتطوير حياه البشر، عشان احسن حياتي، اطورها، اعيش في رفاهيه.
والموارد البيئية لن تستثمر وتدوم للأجيال القادمة بدون تنمية. خدت بالك من العبارة دي؟ الموارد البيئية لن تستثمر وتدوم للأجيال القادمة بدون إيه؟ بدون تنمية حقيقية. يعني أنت لو عملتش تنمية حقيقية الموارد ديت مش هتستثمر ومش هتدوم، مش هتبقى، يعني ممكن إن هي تهدر، ممكن إن هي تزول، ما تبقاش موجودة، ما يبقاش فيها استدامة للأجيال القادمة. لذلك إيه بقى؟ فالعلاقة وثيقة بين التنمية والبيئة. يبقى في علاقة وثيقة جدا بين التنمية وبين البيئة. طب هنا بيجي السؤال لك بما تفسر هناك علاقة وثيقة بين التنمية والبيئة؟ هنكتب دول، لأنه لا توجد تنمية إلا باستثمار الموارد البيئية، وأن الموارد البيئية لن تستثمر وتدوم للأجيال القادمة بدون إيه؟ تنمية حقيقية. تمام؟ طيب لما أجي أقول لك يعني أهمية استثمار الموارد البيئية، ما أهمية استثمار الموارد البيئية؟ لتلبية الاحتياجات البشرية وتحسين وتطوير حياة البشر. تمام؟ طيب نشوف يعني فقرة تانية. منذ بدء الخليقة سعى الإنسان لاستغلال موارد البيئة. الإنسان أول ما نزل كده على البيئة بدأ إيه؟ بدأ يحاول يستغل مواردها. طب يستغلها ليه؟ لإشباع حاجاته، فارتبط بها، بقى في تفاعل بين الإنسان وبين بيئته. يعني اللي احنا بنقول عليه إيه؟ تأثير وتأثر. مش احنا بنقول البيئة بتأثر في الإنسان وتتأثر به؟ ومر ذلك بعدة مراحل، يعني في مراحل بين يعني العلاقة بين الإنسان وبيئته مرت بعدة إيه؟ بعدة مراحل. تعالوا نشوفهم كده مع بعض. هما كم مرحلة عندك؟ أربع مراحل. تمام؟ مراحل علاقة أو تفاعل الإنسان بالبيئة أربع مراحل. تعالوا نتكلم على المرحلة الأولى. نشوف المرحلة الأولى ودي اللي حصل فيها. في بداية المرحلة دي لم يكن للإنسان تأثير على البيئة، وخلي بالك من الكلام دوت علشان اللي احنا بنقوله ده بيبقى مواضع أسئلة. يبقى في البداية، في بداية المرحلة الأولى الإنسان كان عنصر سلبي في بيئته. يعني إيه عنصر؟ يعني ما كانش ليه تأثير عليها. طب ليه بقى؟ ما هو ده سؤال يقول بما تفسر لم يكن للإنسان تأثير على البيئة في بداية المرحلة الأولى. الإجابة أهي، بسبب ضيق نشاطه ومحدودية متطلباته الأساسية. نشاطه قليل جدا والمطالب بتاعته ما فيش، محدودة، هو عايز يأكل بس عشان إيه؟ عشان يعيش، يفضل عايش. يعني كانت متطلباته محدودة جدا، وبالتالي برضو نشاطه كان إيه؟ كان بسيط ومحدود، علشان كده ما كانش ليه تأثير كبير على البيئة. كان عايش إزاي بقى الإنسان دوت؟ عاش حياة التنقل باحثا عن الطعام والشراب. مش أنا بقول لك هو كل همه إن هو إيه؟ يأكل عشان يعيش. فكان عايش على حياة تنقل وترحال، يعني ما كانش مستقر في مكان واحد، بيتنقل من مكان لمكان بحثا عن الطعام والشراب من خلال جمع الثمار وصيد إيه؟ الحيوانات، زي ما احنا شايفين كده في الصور اهو، ادي الانسان بيجمع الثمار من الشجرة، وطبعا دي طالعة كده طبيعي، يعني مش هو اللي زرعها. وهنا طبعا ايه؟ بيصطاد الحيوانات ويقوم بايه؟ باكلها. طيب في نهاية المرحلة بقى دي، في نهاية المرحلة الاولى اصبح للانسان تأثير محدود برضو، يعني لسه تأثيره ايه؟ محدود على البيئة، حيث تطورت اساليب الصيد. بدأ بقى يطور شوية في اساليب ايه؟ الصيد. وحاجة مهمة جدا حدثت في نهاية المرحلة الأولى هي اكتشاف النار. خلي بالك من دي برضو، هتلاقيها في الأسئلة. يبقى الإنسان اكتشف النار إمتى؟ في المرحلة الأولى وفي نهايتها بالتحديد. طب لما اكتشف النار طبعا غيرت كتير بقى في حياة الإنسان. يعني بدأ يستعملها بقى في إيه؟ بدأ يستعملها مثلا في طهي الطعام. يعني الأول كان بيأكل الطعام بتاعه ني بدون طهي، ما هو ما كانش يعرف النار، وما كانش يعرف ازاي يعمل نار. فلما عرف ازاي ان هو يعني يشعل النار، فبدا يستخدمها في طهي الطعام، في اخافه الحيوانات وابعادها، في التدفئه، وفي اغراض كتيره. ايه بعد كده لما بدا يكتشف المعادن الموجوده في الارض، بدا يستخدم النار دي في صهر المعادن وتشكيلها وهكذا. فايه ترتب على اكتشاف النار؟ ايه؟ زادت متطلباته الاساسيه وزاد ايه؟ نشاطه. يبقى زادت متطلباته وزاد نشاطه، فهنا هيبقى تأثيره، هيبقى يعني زي ما قلنا بدأ يبقى ليه تأثير وإن كان لسه محدود. ده كده في المرحلة الأولى. طب تعالى نشوف المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية دي بيقولوا عليها إيه بقى؟ بداية تفاعل الإنسان مع البيئة. خد بالك بيقول لك إيه المرحلة اللي هي تعتبر بداية تفاعل الإنسان مع البيئة؟ طبعا أقول له المرحلة الثانية. في المرحلة ديت ازداد تأثير الإنسان على البيئة، هيزيد تأثيره بقى كل مادة، هتلاقي تأثير الإنسان على البيئة بيزداد، حيث عرف الزراعة. أيوة، يبقى هو عرف الزراعة في المرحلة الإيه؟ التانية. لكن النار إمتى؟ في المرحلة الأولى.
في نهايه المرحله الاولى. طيب هو عرف الزراعه في المرحله الثانيه، فبدات ايه؟ بدات تظهر الكره، خلاص بقى هيزرع الارض يبقى هيستقر. حياه التنقل والترحال دي ما بقتش تنفع، لازم انا اقعد جنب الارض عشان اراعيها واخد بالي منها. طب مش هقعد كده بقى في الشارع، ده انا لازم أن يبقى لي بيت. طبعا في البدايه خالص فوق كان عايش فين؟ في كهوف، يخش في كهف كده، والكهف ده فتحه كده في الجبل يبات فيه ليلته، وبعد كده خلاص ينتقل لمكان تاني الى اخره. اما في المرحله التانيه لما عرف الزراعه واستقر خلاص جنب ارضه، فكان لازم أن يبقى فيه بيوت، فبدات تظهر القرى. والقرى دي تعتبر ايه؟ اول اشكال الاستقرار البشري. يبقى القريه هي اول اشكال الاستقرار البشري، وقام باستخدام وضبط مياه الانهار. طبعا النهر مهم جدا ليه؟ لانه هو بيزرع، فالنهر محتاجه، علشان كده لازما يعني يبقى في عمليه ضبط للمياه. ازاي؟ يعمل مقاييس، يعمل سدود، يعمل ترع، يحفر ترع قنوات الى اخره. ونتج عن هذه الانشطه نفايات. يعني هذه الانشطه اللي عملها الانشطة الزراعي ده ينتج عنه ايه؟ نفايات، يعني في مخلفات. ولكن خد بالك بقى من دي كويس قوي، لم تؤثر سلبا على البيئه. يبقى الانسان في المرحله الثانيه ظهرت عنده ايه؟ او ظهرت ليه نفايات نتيجه تفاعله مع البيئه وقيامه بالزراعه. كان في طبعا اي، يعني احنا لما بنيجي نزرع الفلاح دلوقتي لما بيزرع وبيجي يجمع المحصول، طبعا في النهايه بيبقى في نفايات للمحصول ده، القش والحطب والعفش والحاجات ديت. بس هذه النفايات لم تؤثر سلبا على البيئه. ليه؟ لان كانت بسيطه وكانت البيئه قادره على استيعابها، فما كانش ليها تاثير سلبي على البيئه. تمام، حلو قوي. تعالوا بقى نشوف المرحله الثالثه. المرحله الثالثه اللي هي من بدايه الثوره الصناعيه، يعني ليها بدايه وليها نهايه، بدات مع الثوره الصناعيه في منتصف القرن كام؟ 18، حتى منتصف القرن العشرين. عرفنا ميعاد، عرفنا تحديدها، يبقى هي من منتصف القرن 18 حتى منتصف القرن الايه؟ العشرين. يعني بدأت مع الثورة الصناعية، مع بداية الثورة الصناعية. في هذه المرحلة ظهر التأثير السلبي. ايوه خد بالك بقى من دي، ظهر التأثير الايه؟ السلبي للإنسان على البيئة. بدأ الإنسان يأثر في البيئة تأثير سلبي. حيث، طب إيه؟ ليه بقى؟ إيه اللي حصل؟ استخدم الآلات وبدأ بحرق الوقود الحفري. ايه الوقود الحفري ده؟ الفحم والبترول، يقصد بالفحم والبترول. فبدأ بحرق الفحم والبترول. طبعا لما اجي احرق الفحم والبترول هيحصل ايه؟ هتطلع الادخنة والعوادم الكتير زي ما احنا شايفين في الصورة كده. طب هو بيحرقهم ليه؟ ما علشان يقدر يدور الآلة، يشغل الآلات بيهم، وتسيير وسائل النقل المختلفة، ويستخدمهم في عمليات ايه؟ التصنيع. طب ده هيؤدي الى ظهور ايه بقى؟ مشكلات بيئية خطيرة، منها طبعا التلوث بأنواعه، يعني تلوث الماء وتلوث الهواء وتلوث التربة، كل أنواع التلوث بدأت تظهر خلال هذه ايه؟ المرحلة. يبقى أقول تاني، المرحلة الثالثة بدأت امتى؟ مع بداية الثورة الصناعية، من نص القرن 18 لنص القرن العشرين. تمام. طيب ايه اللي حصل في المرحلة ديت؟ بدأ التأثير السلبي للإنسان على البيئة، الإنسان بدأ يأثر في بيئته تأثير سلبي. طب بما تفسر ليه؟ لانه قام باستخدام الالات وحرق الوقود الحفري لتسيير وسائل النقل، واستخدمه في عمليات التصنيع، وده ادى لظهور مشكلات بيئيه خطيره كالتلوث بانواعه. يبقى اما يجي يقول لي ظهور التلوث بانواعه امتى؟ اقول له في المرحله الايه؟ الثالثه. ليه تاثير الانسان كان سلبي على البيئه؟ اقول له بسبب حرق الوقود الحفري. طبعا ايه؟ علشان يقدر ان هو يقوم بعمليات التصنيع وتسيير وسائل النقل. تعالوا بقى نشوف المرحلة الرابعة، من النصف الثاني من القرن العشرين حتى وقتنا الحالي، يعني احنا عايشين فيها دلوقتي، يعني احنا دلوقتي حاليا في المرحلة الايه؟ الرابعة من مراحل تفاعل الانسان مع البيئة. بدأت من منتصف القرن العشرين ومستمرة حتى الان. طب ايه اللي حصل في المرحلة دي؟ تعاظم تأثير الانسان على البيئة. تعاظم يعني زاد قوي، بقى الانسان في الايام دي دلوقتي بقى هو يعني سيد للبيئة. يعني هو في المرحلة الأولى فوق خالص كان إيه؟ كان عبد للبيئة، نقدر نقول الإنسان كان عبد لبيئته، يعني خاضع ليها، هو ما كانش ليه أي تأثير عليها، كانت هي اللي بتأثر فيه. لكن حاليا في المرحلة الرابعة البيئة بقت هي اللي بتخضع للإنسان. تعاظم تأثير الإنسان على البيئة، فظهرت الحاسبات الإلكترونية. دي مميزات المرحلة أهو، ظهرت حاسبات إلكترونية، تطورت وسائل الاتصال، وكمان ظهرت مشكلات بيئية أكثر خطورة.
زي من المرحلة السابقة، يعني في المرحلة السابقة بداية ظهور المشكلات البيئية زي التلوث كده، لا ده في المرحلة دي كمان بقت المشكلات أكثر خطورة، ما بقاش تلوث وخلاص، لا ده بقى في استنزاف موارد الموارد الطبيعية. يعني استنزاف يعني قربت تخلص، يعني خلاص في موارد على وشك ان احنا ما نلاقيهاش تاني، تنتهي يعني الأجيال اللي تيجي بعدنا مش هتلاقيها. كمان الاحتباس الحراري، ظاهرة الاحتباس الحراري من كتر طبعا الصناعة ووسائل النقل والحاجات اللي الإنسان، الأنشطة اللي الإنسان بيعملها، حرارة الأرض ارتفعت. طبعا حدث ثقب في طبقة الأوزون، وبدأت أشعة الشمس فوق البنفسجية تدخل الأرض، وبالتالي بدأت إيه مشكلة الاحتباس الحراري. أيضا في مشكلة خطيرة جدا هي التلوث النووي. احنا قلنا التلوث ظهر في المرحلة الثالثة، بس كان ايه تلوث ماء هواء تربة، لكن التلوث النووي ظهر في المرحلة ايه الرابعة، نتيجة طبعا المفاعلات بقى النووية والطاقة النووية اللي الإنسان بيستخدمها والتسريبات اللي بتنتج عنها، وبتعملي تلوث خطير جدا طبعا في البيئة. دي كده المراحل الأربعة اللي هنا طبعا بيقول لي ايه، لذلك بدأ العالم يبادر بحلول هذه المشكلات للحفاظ على البيئة. طبعا العلماء بقى وعلماء البيئة خاصة مش هيقفوا بقى ساكتين، لا لازم نشوف حلول لهذه المشكلات، لأن الوضع ده خطير ولو سكتنا عليه ممكن يعني البيئة بتاعتنا تنهار خالص وتتدمر خالص، فلازم نعالج هذه ايه المشكلات ونحافظ على الموارد بتاعتها. ليه؟ علشان الأجيال القادمة طبعا، اللي احنا بنقول عليه ايه الاستدامة. يبقى بدأ العلماء يبادروا بحلول هذه المشكلات للحفاظ على البيئة واستدامة ثرواتها للأجيال القادمة. كده قدرنا نتعرف على مراحل علاقة الإنسان ايه بالبيئة، اللي زي ما قلنا مرت بكم مرحلة، 4 مراحل. طبعا يهمني جدا انك تعرف كل مرحلة مميزاتها ايه وايه اللي حصل فيها. اما اقول لك مثلا في اكتشاف النار تم في انهي مرحلة، يبقى المرحلة الاولى. طب معرفة الزراعة في المرحلة الثانية. طيب المرحلة اللي بدأ فيها التأثير السلبي للإنسان على البيئة وظهور مشاكل التلوث، يبقى المرحلة الثالثة. طب المرحلة اللي ظهر فيها احتباس حراري واستنزاف موارد طبيعية وتلوث نووي، المرحلة الايه الرابعة. تمام، تعالوا بعد كده نشوف، نكمل درسنا ونشوف النظريات المفسرة لعلاقة الإنسان بالبيئة. في علماء طبعا عملوا لنا نظريات بتفسر لك علاقة الإنسان بالبيئة. عندك هتاخد كام نظرية؟ ناخد 3 نظريات. النظرية الأولى اسمها نظرية الحتمية البيئية، تاني الحتمية البيئية، وبيسموها الحتمية الجغرافية. اعرف اسم النظرية واعرف هي بتحتوي على ايه. النظرية دي بتقول ايه بقى؟ تقر هذه النظرية بأن الإنسان يخضع للبيئة. يعني في النظرية دي العلماء قالوا ايه؟ قالوا الإنسان يخضع للبيئة، يعني هو اللي خاضع للبيئة، هي اللي بتسيطر عليه، فهي تسيطر عليه وليس العكس. تمام، عرفنا كده. يبقى النظرية الحتمية البيئية العلماء فيها بيقولوا ان الإنسان خاضع لبيئته. يعني ايه؟ يعني هو ملوش تأثير على البيئة، يعني هي اللي بتأثر فيه وبتسيطر عليه وليس العكس. حيث أن البيئة بما فيها من مناخ وغطاء نباتي وحياة حيوانية تؤثر على الإنسان وتحتم عليه أنشطة اقتصادية، أنشطته الاقتصادية وعلاقاته الايه التجارية. يعني قالوا إن البيئة بمحتوياتها هي اللي بتأثر على الإنسان، وهي اللي بتفرض عليه الأنشطة اللي يمارسها وعلاقاته التجارية. طيب هو ده كلام العلماء في النظرية الحتمية، يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا الكلام ده وجه بالنقد. يعني ايه؟ في علماء تانيين نقدوا النظرية دي. طب يعني نقدوها ليه؟ قالوا ان هي تجاهلت التطور التكنولوجي ودوره في الحد من العوائق البيئية. يعني هي اهملت التطور التكنولوجي، اهملت دور الانسان ودوره وتأثيره على البيئة. فبعض البلدان يفرض موقعها الجغرافي عليها العزلة، هم يعني جابوا الدليل على كلامهم، على صحة كلامهم، قالوا في بلدان يعني موقعها الجغرافي ومواردها وكده بتفرض عليها العزلة. طب زي مين؟ قالوا زي اليابان. لكن طب اليابان معزولة دلوقتي؟ لا طبعا، ده اليابان يعني تعتبر دولة كبيرة من دول اقتصادية واقتصادها كبير جدا في العالم. طب ليه بقى؟ يبقى هنا بقى في دور آخر، يعني لو دور البيئة، لو احنا هنتكلم على البيئة بس، تبقى اليابان دي بلد معزولة، موقعها الجغرافي بيفرض عليها كده، لو الإنسان ملوش أي تأثير والبيئة هي اللي بتأثر بس. لكن في الواقع إن اليابان يعني ما استسلمتش لموقعها الجغرافي دوت أو لظروفها الطبيعية والبيئية فقط. الإنسان الياباني قدر يغير في الكلام ده كله،
بانه ايه عمل طبعا تقدم كبير جدا في كل المجالات. يبقى اليابان بفضل التقدم التكنولوجي الهائل وتطور وسائل النقل والمواصلات والاتصالات اصبحت غير معزولة. طب مين اللي عمل كل ده تقدم تكنولوجي وسائل نقل ومواصلات واتصالات؟ اكيد طبعا هو الانسان. يبقى الانسان هنا ليه دور ولا ملوش دور؟ اكيد ليه دور كبير في البيئة، يبقى ليه تأثير. مش زي ما انتوا بتقولوا يا علماء النظرية الحتمية بتقولوا ان الانسان بيخضع للبيئة وملوش تأثير عليها، تمام؟ يبقى علشان كده طبعا العلماء نقدوا النظرية دي، وده ادى لظهور ايه بقى؟ ظهور نظرية مضادة للحتمية، يعني عكسها، اللي هي النظرية الايه؟ الامكانية. النظرية الامكانية. يبقى هنا لما اجي اقول لك ما النتائج المترتبة على توجيه نقد للنظرية الحتمية، نظرية الحتمية البيئية، ايه اللي ترتب على كده؟ هتقول لي ظهور النظرية الامكانية. ظهور النظرية الامكانية. طب ماذا يحدث لو لم توجه او يوجه نقد للنظرية الحتمية؟ لم تظهر النظرية الامكانية، ما كانتش ظهرت، يعني كنا خلاص بقت نظرية واحدة وخلاص، ما كانتش ظهرت نظرية ايه اخرى. طيب لو ما اقول لك بما تفسر توجيه النقد للنظرية الحتمية، هتقول لي لانها تجاهلت التطور التكنولوجي ودوره في الحد من العوائق البيئية لبعض فبعض البلدان يفرض موقعها الجغرافي عليها العزلة. وطبعا وتديني مثال زي ايه؟ اليابان. ولكن بفضل التقدم التكنولوجي الهائل وتطور وسائل النقل والمواصلات اصبحت غير معزولة عن العالم، تمام؟ طيب تعالى نشوف نظرية الإمكانية أو الاحتمالية اللي هي ظهرت إيه كرد فعل أو يعني كبديل للنظرية الحتمية البيئية. فلسفة النظرية دي بتقوم على إيه؟ يعني هي بتقول إيه؟ هنا بتقول إن الإنسان يؤثر على البيئة بشكل كبير. بص دي على النقيض خالص من النظرية اللي فاتت. اللي فاتت بتقول لنا إن الإنسان ما بيأثرش في بيئته والبيئة هي اللي بتأثر عليه. دي بقى بتقول إيه؟ بتقول الإنسان هو اللي بيأثر على البيئة بشكل كبير. يعني الإنسان هنا سيد للبيئة، حيث تؤكد على إيجابية الإنسان لأنه يملك إرادة فعالة مؤثرة، ليس فقط فيما يتخذه من قرارات في كل مجالات حياته، إنما له تأثير كبير على بيئته أيضا. يعني الإنسان ليه تأثير كبير جدا على البيئة ويقدر يغير فيها. طيب اديني مثال على كده. قال لك الحضارة المصرية القديمة، حيث نجح الإنسان في السيطرة على نهر النيل من خلال إقامة الجسور ومشروعات الري، وحديثا طبعا بناء السد العالي. يعني لولا دور الإنسان وتدخله في نهر النيل وإقامته للعديد من المشروعات عليه ما كانتش قامت الحضارة، تمام كده؟ يعني فاكرين المقولة بتاعت هيرودوت مصر هبت النيل؟ هي المقولة دي أهملت دور الإنسان المصري. يعني قالت إيه؟ قالت إن الحضارة قامت بفعل النيل أو بفضل النيل بس. طبعا يعني الكلام ده بيأكد لنا النظرية الأولى اللي هي نظرية الحتمية البيئية، اللي هي إن البيئة أو الطبيعة هي اللي ليها الفضل والإنسان ملوش أي تأثير. بس طبعا الكلام دوت يعني يعتبر نصف الحقيقة، لأن الإنسان ليه دور وليه تأثير. المصريين القدماء بفضل الجهود اللي قاموا بيها علشان يقدروا يسيطروا على نهر النيل والمشاريع الكتيرة اللي عملوها، مقاييس النيل والجسور والقنوات والسدود وكل المشروعات ديت اللي عملوها قديما وحتى في العصر الحديث لما عملنا السد العالي، ده كله مكننا من اننا نقدر نستفيد من نهر النيل ونقدر نعمل ايه حضارتنا العظيمة دي. والدليل على كده قلناه ان النيل بيمر في دول اخرى غير مصر، ورغم كده ما ظهرتش عندهم حضارة. يعني لو النيل هو صانع الحضارة لوحده كانت ظهرت الحضارة في الدول التانية، ما بيمر على 10 دول غير مصر، يعني احنا الدولة 11، لكن الحضارة ظهرت عندنا احنا بس. ده بقى هيرجع لمين بقى؟ لايه؟ للمصريين. يبقى الانسان المصري، وده اللي النظرية دي بتقوله. بس برضو النظرية دي يعني وجهت بالنقد. طب ليه؟ لان هي يعني غالت قوي او يعني زودت قوي في اهمية دور الانسان. يبقى المغالاة في اهمية دور الانسان الذي يصل فيه الى السيادة والتحكم في بيئته، وده نتج عنه ايه؟ مشكلات عديدة بفعل هذه السيادة شبه المطلقة، مثل مشكلات التلوث وتآكل طبقة الاوزون والتصحر، والتي ادت الى مشكلة عالمية وهي عدم التوازن البيئي. في مشكلة دلوقتي خطيرة جدا في العالم وهي عدم التوازن البيئي. عارفين المشكلة دي سببها ايه؟ سببها زيادة دور الانسان وزيادة تدخل الانسان في البيئة.
بدون طبعا يعني نقول ايه، بدون وعي مثلا، بدون محافظه على مواردها، تدخل فيها بشكل كبير قوي، فعمل ضرر للبيئه وعمل لي عدم توازن في ايه، في النظام البيئي. طيب يبقى انا شفت نظريه الامكانيه، دي النظريه الثانيه، وخلي بالكم النظريات جايه بالترتيب، يعني النظريه الاولى هي الحتميه البيئيه. النظريه اللي شفناها طبعا كانت نظريه ايه، الحتميه البيئيه او الحتميه الجغرافيه. الثانيه نظريه الامكانيه او الاحتماليه، اللي هي عكس النظريه الاولى اللي هي بتقول ان الانسان بيأثر على البيئه بشكل كبير، ان هو سيد بيئته. وقلنا هم استشهدوا على كده او عملوا يعني جابوا مثال على كده الحضاره المصريه ايه القديمه. بس النظريه دي وجهت برضو بالنقد، ليه؟ لان هي غالت في اهميه دور الانسان. طيب جه بقى علماء تانيين وعملوا ايه دولت، عملوا نظريه جديده اسمها نظريه ايه، النظريه التوافقيه. التوافقيه يعني ايه؟ النظريه دي تؤمن بتاثير الانسان على البيئه وتاثره بها. يعني بتقول اه يا جماعه الانسان بيأثر في بيته، بس هي كمان بتأثر فيه، يعني هما الاتنين بيأثروا ببعض، علشان كده سموها ايه، توافقيه. ووفقت بين الاولى والثانيه، بين الحتميه والامكانيه. يبقى هي تقوم بدور الوساطه بين كل من الحتميه والامكانيه، ولا تؤمن بالحتميه المطلقه او الامكانيه المطلقه، يعني مفيش حتميه مطلقه. يعني ما تقوليش ان البيئه هي يعني السيده وهي يعني اللي بتأثر في الانسان بس، والانسان ما بيأثرش فيها، ولا تقول ان الانسان هو السيد وهو اللي بيأثر في بيئته وهي ما بتأثرش فيه، لا، هما الاثنين بيأثروا ببعض. يبقى في تأثير متبادل بين الانسان وايه، وبيئته. ده اللي بتقوله النظريه التوافقيه، وطبعا هو ده الكلام الصحيح والسليم اللي احنا موافقين طبعا كلنا عليه. يعني لو قال لك مع يعني تتفق مع اي نظريه، طبعا تقول نظريه التوافقيه، لان فعلا الانسان بيأثر في البيئه ويتأثر ايه بالبيئه. طيب بكده نكون شفنا ايه النظريات الثلاثه اللي بتفسر علاقه الانسان بالبيئه. دلوقتي في تدريب على الجزء اللي احنا خدناه دوت، طبعا زي ما احنا شايفين هنا جايب لك مجموعه من العبارات وجايب لك المراحل اهي الاربعه، فانت هتشوف كل عباره منهم تتوافق مع انهي مرحله. يعني هقول لك مثلا اول اتنين وبعد كده اسيب لك الباقي تحل واجب. يعني هنا ظهرت الحاسبات الالكترونيه وتطورت وسائل الاتصال، هو الكلام ده ظهر في انهي مرحله، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ الحاسبات الالكترونيه وتطور وسائل الاتصال طبعا في المرحله الرابعه. يبقى هاجي هنا واكتب رقم ايه، هكتب هنا رقم واحد. عرفت كده تحل ازاي؟ طيب ظهرت فيها مشكلات بيئيه خطيره مثل استنزاف الموارد الطبيعيه والتلوث النووي، ده هما الاثنين في الرابعه، يبقى برده هنا في المرحله الرابعه، يبقى واحد واثنين في المرحله الايه، الرابعه. طيب شوف بقى ثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه هتلاقيهم، يعني شوفهم فين. تمام دي هتبقى اجابه السؤال ايه الاول ده. طب السؤال الثاني بيقول لك اكتب ما تشير اليه كل عباره، هنا جايب لك اهو تعريف المصطلح وانت بس تذكر المصطلح، الوسط المحيط بالانسان، احنا لسه قايلينها بقى مش هجاوب عليها، هسيب لك انت تجاوب عليها. نظريه تقر بان البيئه تسيطر على الانسان، هتقول اسم النظريه. نظريه تقوم فلسفتها على ان الانسان يؤثر على البيئه بشكل كبير، هتقول برضو اسم النظريه. والسؤال الرابع هنا نظريه تؤمن بتاثير الانسان على البيئه وتاثره بها، دي النظريه الثالثه، ها خلي بالك هتقول برضو اسمها ايه. هنا دلل اليابان والحضاره المصريه القديمه مثالان يؤكدان خطا النظريه الحتميه، هتكتب ايه الدليل على كده، يعني ان اليابان والحضاره المصريه بياكدوا خطا النظريه الحتميه. الحتميه دي اللي هي الاولى، نظريه الحتميه البيئيه النظريه الاولى اللي كانت بتقول ايه، الانسان ليس له تاثير على البيئه وان البيئه هي اللي بتاثر على الانسان فقط. فاليابان هنا والحضاره المصريه بياكدوا خطاها، فانت بقى هتقول يعني ليه بياكدوا خطاها، تفسر ليه بياكدوا ايه خطاها. تمام، اتمنى ان الدرس يكون سهل عليكم. بكده يعني نكون خلصنا الجزء الاول من الدرس، وانتظروني باذن الله في الحلقه القادمه مع الدرس الثاني، او بقيه مش الدرس الثاني بقى، بقيه الدرس الاول، يعني هناخد بقيه الدرس الاول باذن الله، لان هو لسه كده ما خلص، هنكمله في الحلقه الايه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.